عندنا العدوي رئيس المركز المغربي للابداع والمقابله الاجتماعيه. المجال الاهتمام ديالي هو كيفيه وجود حلول ابداعيه لمجموعه الاشكالات الاجتماعيه اللي كيعانيو منها المغاربه والمغربيات، كيفاش الناس يمكن لهم بدون الهضره ديالهم يفكروا بطريقه مختلفه على المشاكل اللي عندهم. هذا تقريبا اكثر من 10 سنوات كنشتغل في هذا المجال هذا بلدان كثيره ومنها المغرب، ومنها كيفاش الناس نقدروا نخلقوا فرص عمل مختلفه، نحسنوا من جوده التعليم، نحسنوا من الخدمات الصحيه، وكيفاش الناس يمكن لهم هما يلقاو الخدمات اللي غيصلح لهم باش نخلقوا واحد المجتمع متماسك ومتكامل اللي الناس يبغيو يعيشوا فيه ويخدموا فيه. لا انا انسان كيعجبني نشوف شي وضعيه نقلب على الحلول ديالها. هذه الفكره ديال الحلول ديالها هو اللي كيتسمى ميدان المقاوله الاجتماعيه او الابداع الاجتماعي. هذا الميدان هذا بالنسبه لي مهم لانه كيعطي واحد الجواب مختلف بالنسبه للبدائل اللي كاينين في المجتمع، باش ما الناس ما يبقاوش يقولوا غير راه ما داروش ليا ولا الدوره ما دارتش ولا هذا. خصني نشوف بعدا اصلا شنو يمكن لي انا ندير وكيفاش يمكن لي انا نخلق كانسان الضغط الايجابي على جميع الفئات المستهدفه باش نخلق السبل للحلول. هذه المسيره هذه هي اللي عجبتني نتلاقى مع بزاف ديال الناس، وكانت راح السؤال علاش مثلا عندنا واحد المقوله المغربيه كتقول لكم القهوه قهوه قهوه، علاش كلشي غادي القهوه؟ علاش غادي نفس الحاجه؟ وكنجيو كنتسالوا تنقولوا علاش هاد الحلول ما خدامينش؟ تما منين هذه الفكره هذه ديال هاد المجال ديال المقاوله الاجتماعيه بدات كتبلور اكثر، وكنشوف العالم كيفاش علاش الناس اخرين في اماكن اخرى كيمكن لهم هما ينهضوا بالتكنولوجيات، ينهضوا الثقافة بالتعليم باشياء مختلفة بطريقة عملية. ومن تماك فين جاء تأسيس المركز المغربي تقريبا 10 سنوات واللي كيشتغل مع عشرات الالاف ديال الشباب والشابات في المغرب وخارج المغرب باش يعطيهم من المهارات ديالهم باش يخلقوا مشاريع، باش يخلقوا فرص العمل، ويخلقوا برامج اللي كيحلوا الاشكاليات اللي كيعانيو منها الناس كل يوم، ويشوفوا كيفاش يمكن لهم يفكروا في المستقبل. هذه كصياغة بسيطة. كندعي الناس يشوفوا في المواقع التواصل الاجتماعي على البرامج اللي كنديروا اما في الثانويات او في الجامعات او في المجتمع القروي الحضاري، ويشوفوا راسهم كيفاش يمكن لهم هما يكونوا جزء من الحل ويضغطوا على المجتمع باش يكون الحل يتسمع مع اكبر عدد الناس ممكن. وشوف نقدر نقول لك من اكبر الاشكال اللي كاينه في المغرب هي طريقه التفكير. لان استعملت المصطلح ديال الفكره، بزاف الناس كيشوفوا الفكره حيت شي واحد اخر دارها اذا كيدير نفس الحاجه، ولكن ما كاينش واحد التفكير ديال شنو الحاجيات ديال الناس، شنو ناقصني. هذه براسها يعني بزاف الناس يقول لكم ما عندناش الوسائل ما عندناش الدعم، هذو كلهم يعني نقاش فارغ، لان ما كاينش شي واحد اللي عارف شنو غيدير وما غيلقاش. ما كيلقى اللي تيقول لك ما عنديش كتسولو شنو خاصك وشنو بغيتي يقول لك ما عرفتش. يعني واحد المهمه عندها علاقه بهذه طريقه التفكير. النقطه الثانيه، دابا حنا في العالم حنا اللي عايشين فيه عالم السرعه، انا بزاف الناس في التعليم ديالنا كيحفظ باش ينجح، كيحفظ باش ينجح ولا غادي كينسى داكشي اللي عنده، وعاد كيجي كيتساءل عنده 25 عام ولا عنده 26 عام حقا ما كنعرفش اللغات ما عنديش الخدمه ما كنقدرش ندير. اذا هذا التوجيه هذا هو اللي تيخص الناس يعني من اللي هما صغار باش يتعلموا يطوروا المهارات ديالهم ويتعلموا كيفاش يخلقوا الفرص ديالهم، ويعرف كيفاش ينشا الافكار، يعرف كيفاش ينشا المشاريع. هذو مجموعه مثلا ديال الخدمات اللي المؤسسه ديالنا كتعطيهم لمجموعه ديال الناس في المغرب وخارجه تقريبا 10 سنوات. وهذه راه جايه من ديك المقوله ديال ما بين قهوه قهوه قهوه، والمقوله الاخرى ديال خرف حلفت بوك ما لا يغلبوك، والمقوله الثالثه ديال ما كيخرجش معايا غير الشيطان. هذه مجموعه ديال المقولات خطيره عندنا في الثقافه في المغرب اللي كيمشيو من ديك الفكره المغالطه ديال الا شي واحد دارها اذا هي مزيانه، ولكن السوق شنو تيقول لك؟ الا بزاف الناس داروا نفس الحاجه كتوقع القيمه كتهبط. وهذا هو يعني غتخدم عقلك واحد شويه غتفكر في القضيه هذه. انا من الاول هاد الاسئله كانوا كيضروني في راسي، علاش كلشي كيدير نفس الحاجه؟ او كنجيو كنتسالوا هذوك الحوايج اللي كاين علاش ما كيعطيوش النتيجه؟ او جابتها الفرصه ومع الوقت تلاقيت مع عشرات ومئات الالاف ديال الشباب في المغرب في الخارج ديالو، وكتلقى دائما بان حيت من القرايه ديالو تعلم باه ولا مو قالت لي شوف خالتك شوف باك شوف جدك شوف عمك شوف هذا يدير بحاله، حقا هذاك دار الميديسين كلشي يمشي يدير الميديسين، حقا هذا دار تعاونيه فلاحيه كلشي يمشي يدير العسل، واخا ملي كلشي كيدير نفس الحاجه القيمه عاوتاني كطيح. داكشي علاش الاشكال الكبار اللي عندنا في المغرب راه قلت قبل غادي نعاودها، طريقه التفكير اللي خاص الناس يفكروا بان ما خاصنيش حيت نتبع رابحه، لان هذيك الرابحه ما كيعنيش بانها ضروره رابحه، خاص نشوف شنو هي اللي ناقص بزاف. وهذا العالم ديال كورونا كيبين هادشي، لان راه اللي كيتميز هو اللي مختلف، هو اللي عنده واحد المرونه والليونه، حيت ما كاينش هادشي ما يمكنش تتاقلم مع التغيرات ديال المجتمع والعالم اللي انت فيه. داكشي علاش من الضروره بالنسبه للشركات ديال المغرب، المجتمع المدني، القطاع العام، القطاع الخاص، الناس يفكروا كيفاش هما المستقبل ماشي غير دابا.
انا ندير مثلا، كانت واحد المده كانت تعاوني الفلاحيه كلشي كيدير قنيات، وكون كان داكشي خدنا كنا المغرب كيصدر لاستراليا، ولكن انا خصني نفكر الا ندير انا واحد المشروع، هذاك المشروع هذا شنو هو السوق اللي غيجاوب ليه، وكيفاش يمكن لي انا نعطي شي حاجه والناس يجيو عندي. وهذه المنهجيه هذه هي اللي حنا في المؤسسه كنتبعوها في جميع البرامج ديالنا، واللي كيخلينا عندنا واحد النوع ديال التميز اللي يعني خليف تعرف، اللي كيعطي هذا التميز، اللي كيعطي واحد النوع من المصداقيه، كيفاش كنأثروا الناس اللي بادين من الصفر. يعني ماشي يكون عندك شي حاجه، خاصك عندك غير الرغبه، حيت اهم حاجه هي الرغبه. الرغبه ما كاينش تيليكوموند، الا كانت عندك هو هذاك، ما كانش عندك ما كاينش واحد غادي يفرض عليك. إلى فوا عندك هذه الرغبة هذه، داك الساعات يمكنك أنت تطور المهارات ديالك وتوسع وتشوف كبير. راه كيفاش جاني اتصال، يعني أنا ما كنعرفش شي واحد، ما عندي لا اسم معروف لا حتى شي حاجة، يعني أي حاجة كنت كنديرها بوحدي. وهذاك النوع كنظن ذاك النوع ديال الأعمال والنشاط هي اللي عطات بأن هذا البروفيل اللي أنا درته هو اللي تعرف. وبسبب هذا الشيء باش تم اتصال ديالي باش نكون في الاعضاء ديال اللجنه، لان المجال ديال الاهتمام ديالي هو محدد وعنده واحد العمليه كبيره بزاف مباشره مع الناس اللي كيعطيني كنقدر نعرف الاوضاع ديال الشباب، اما قول لي في الجهه ديال قيسر او لا في تركيس او لا في ما نعرف شنو ولا في السماره، نشوف الناس اللي هما ذوي الاحتياجات الخاصه شنو محتاجين، نعرف شركات كبرى شنو محتاجين. هاد الالمام اللي قدرت سميت 360 درجه هو اللي كيقدر يعطيني واحد الميزه مختلفه اللي فيها في نفس الوقت يعني الاجراء الاستراتيجي والاجراء العملي والمعيشه ديال الناس. ولكن امن بان اللي فهم كيفهم، ما يمكنلكش انت تكون في شي حاجه وما تحسش بها ولا ما تفهمهاش ويمكن لك. وهذا كان يعني راه خرج واحد النيت، كان واحد دوكيومونتير في دوزان بالنسبه للناس اللي بغاو يتفرجوا فيه، اللي فيه هاد الاراء هادو كاملين كيفاش كانوا كيتناقشوا خلال 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 اللجنه فيها يعني 35 شخص، يعني بزاف ديال الناس كل واحد التوجهات ديالو الاراء ديالو، واللي كيبين لك بان راه حيت بزاف ديال الناس كيسحاب لهم هادشي راه عصا سحريه، راه ما كاينينش حاجه تاع عصا سحريه، راه ما غاديش في دقه واحده داكشي غادي يتصاوبوا. فين ما غتبرك على شي موضوع غيبان لك كاين اشكالات وتحديات كبار، يعني حيت حتى شي واحد تسولو في الزنقه تقول ليه يجب اصلاح التعليم واش غدير، اولا يجب تحسين اش غدير. اذا هاد النقاشات كاملين كانوا تقريبا اكثر من هذه السنه، عندنا في خلال جميع النقاشات اللي كانوا في اللجنه ديال هاد الاكراهات كيفاش يمكننا نجاوبوا عليهم بطريقه عمليه، ولكن بالوعي باللي كاين، حيت حنا راه ماشي جايين في واحد الارض ما فيها قاحله ما فيها حتى شي واحد. ديجا عندنا وكاين عندك 35 مليون ديال الناس راهم كاينين، عندك مؤسسات كاينين، عندك انظمه كاينين. اذا كيفاش يمكننا نصنعوا واحد التغيير اللي في نفس الوقت كيتماشى مع التحديات اللي كاينين في المجتمع ويقدر يعطي واحد التاثير. وهذا الشيء يعني بالنسبه للناس خصهم يعرفوا بان شي خصو الوقت، راه الوقت رانا عارف بان الناس يقول لك حنا شحال حنا كنتسناو، ولكن خاصك الوقت انت كتخدم ماشي الوقت انت كتسنى. يعني خاص الاعلام يدير الدور ديالو بان هو يعطي الاراء المختلفه ويوري شنو كاين في اطار الحريه ديال الاختلافات، وفي نفس الوقت الناس يبداو يبحثوا باش يبداو يعطوا اقتراحات، لان بزاف ديال الناس كيمشيو عند ما يسمى المسؤولين تيقول لهم يجب ولكن يجب شنو. اذا باش هذا الورش هذا ينجح، علاش هو ورش سميتو المغرب اللي بغينا، يعني ماشي غير شي شويه الناس، المغرب ديال المغاربه كاملين بالخايب والمزيان. يعني خصنا يكون عندنا واحد النقد ذاتي كبير باش نشوفوا شنو اللي مزيان وشنو اللي خايب وكيفاش يمكننا نقدروا نحسنوه كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.